السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، نهديكم أطيب تحية ويسعدنا أن نلتقيكم مرة أخرى في برنامج ثمرات الأوراق، لنستكمل ما تحدثنا به في الحلقات السابقة عن القواعد الستة التي ذكرها علي بن محمد الماوردي لأساسيات الحياة. قلنا أن القاعدة الأولى هي الدين المتبع، والقاعدة الثانية كانت السلطان القاهر. اليوم نتحدث عن القاعدة الثالثة وهي العدل الشامل. قيل أن العدل هو أساس الملك. أستاذ فاضل، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. مرحبا بك أستاذ عدي. إذا فسدت السياسة ذهب السلطان، وإنما مدار السياسة كلها على العدل والإنصاف. نعم. لا يقوم بهما سلطان أهل الإيمان والكفر إلا بهما، ولا يدور إلا عليهما. نعم. لأن العدل كما قلت هو أساس الملك، وهو قيمة عليا خالدة تالدة في كل زمان ومكان. فإذا انتشر العدل في ربيع أمة تنمو البلاد وتزدهر ويكثر النسل، والناس يعيشون في ألفة، وحتى السلطان يأمن على نفسه. نعم. يعني سيدنا عمر لما أتاه الهرمزان ورأهم يعني نايم نمت المساكين الضعفاء، ولما سأل عن نرى قال هذا خليفة المسلمين. نعم. قال القول المشهورة: عدلت، عدلت فأمنت فنمت. نعم. فالكل يأمن على نفسه. الإسلام يرسخ هذه القواعد في الأمة. وأنت تسمع يعني أي إمام يعني بعد كل خطبة جمعة عندما يرد أن ينهي خطبته يقول الآية الكريمة: نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. يقول عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه عن هذه هذه أجمع آية في كتاب الله. أجمع آية في كتاب الله. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه قيم عليا، مثل عظيمة، العدل والإحسان. وعن ماذا؟ وإيتاء ذي القربى. وعن ماذا ينهى؟ ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الفحشاء والمنكر والبغي وحدها إذا سادت في أمة تأتي على بنيانها من القواعد. نعم. تحطم إمبراطورية كما يقولون، تدمر أمة. هذه البغي يأمر وينهى عن الفحشاء، هذه الفحشاء والمنكر والبغي. نعم. كلها منكرات. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسخ هذه المثل في نفوس الصحابة، فكان المجتمع الإسلامي في عهد رسول الله وعهد الخلفاء الراشدين كان مجتمع في منتهى العدل. أين تكمن القيمة؟ القيمة تكمن أنه لا يفرقون بين لون وجنس. نعم. إنما كلهم هم في تحت لواء الإسلام وتحت مظلته وعدالته. ما سادت بينهم الأحساب والأنساب، هذا أبداً أعلى من هذا. نعم. أبداً. نعم. العدل كان يسود على الناس جميعا. اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. يعني المسلم يعدل في الرضا والغضب. نعم. في الكره والبغض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معاملته مع اليهود في المدينة، والله ما ظلمهم شيء أبدا على بغضه لهم، إلا أنهم ما منع لهم حق أبدا. بل أزيد، كيف كان يتعامل مع المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قهرا، يعني ليس سلما، دخلها فاتحا بجيشه العظيم. وبعد أن من عليهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أراد أن يدخل الكعبة. نعم. فمنعه عثمان بن طلحة بن عبد الدار من بني عبد الدار، وهؤلاء هم سلاطين سادة الكعبة، سدنة الكعبة، سادة المفاتيح. نعم. إلى الآن. المهم، نعم. فكان هذا عثمان بن طلحة
من عن يعطي المفاتيح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا ما أعتقد هو نبي. يقول له وجه بوجه، قل أنا لو كنت أعلم أنك نبي لأعطيتك مفاتيح الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قادر بإشارة منا أن يفصل رأسه عن جسده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع قريش في منتهى الحلم، وهو أحلم الناس وأبر الناس وأطيب الناس صلى الله عليه وسلم، فما قبل ينطي المفاتيح. فسيدنا علي لوئيده، لوئيده لوي، وأخذ المفتاح وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه منه جبران. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ثم خرج. فسيدنا العباس قال يا رسول الله ضم لي السدان مع السقاية والرفادة. يعني أراد أن يتمتع يعني بهذه الامتيازات كلها العباس، أن تكون لبني هاشم، وهم في الحقيقة بني يعني بنو عبد الدار. هم لما قصي بن كلاب وله عنده 4 أولاد اللي هم عبد الدار وعبد العزة وعبد مناف وعبد هاشم بن عبد مناف. يعني لكن عبد الدار يعني كان يختلف عن إخواني أنه كان مغمور، يعني ما كان ذو همة ونشاط وقوة وعقلية كإخوانه. فشعر أنه إذا مات هذا رح يندثر، فأعطاه كل هذه الامتيازات لعبد الدار، الرفادة والسقاية واللواء والحجاب وحجابة الكعبة وسدنتها، وأعطاه دار الندوة. وبقية أولاده ما أعطاهم شيء، ثم بعد ذلك تنازعوا جميعا. ورادت أن تكون حرب بين قريش، ثم بعد ذلك طويلة هي القصة، توصلوا إلى اتفاق أنهم وزعوا هذه الامتيازات. فكان بنو عبد مناف أخذوا الرفادة والسقاية، وبنو عبد الدار بقاعدهم هي سدنة الكعبة والحجابة ودار الندوة، ودار الندوة إلى أن باعوه. المهم فسيدنا العباس قال يا رسول الله ضم لي ويا الرفادة والسقاية، أعطيني مفاتيح الكعبة، مفاتيح الكعبة. هنا نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح ونادى على عثمان بن طلحة صاحب المفتاح الأول من بني عبد الدار. هذا المفتاح قال خذوها خالدة تالدة، لا يأخذها أو لا ينازعكم فيها إلا ظالم. هذا طبعا عثمان بن طلحة لما وطلحة بن عثمان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا العدل، هذا العدل الذي ما بعده عدل، وكيف رجع لي، تألف قلبه ودخل الإسلام، أسلم رأسا على هذه الحادثة. أسلم طبعا منتهى العدل، وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرده من كل امتيازاته، لكن من عليه، وهي إلى الآن عندهم إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لا ينازعها فيهم، لا ينازعها فيهم في هذا المجد إلا ظالم. أنا يعني قلت أنا وياك بالحلقات السابقة العفو عند المقدرة يعني من أهم الصفات اللي تميز أي قائد أي ملك. يعني هو وصل لمرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يأخذ هذه المفاتيح وخلاص يبعد لهذا الرجل ويعطيها لواحد ثاني من نفس العائلة، من نفس العشيرة، من بني عبد الدار، لكن هو رجع هذا الشخص نفسه وقربه للإسلام، هذا تصرفه. هذا صحيح. لكن هل تعلم قبل العفو والمقدرة هو العدل؟ هو العدل. يعني هذه الأمة، أي أمة تشتمل على شيء على التوحيد والعدل بلغت درجة الكمال. التوحيد زائدا العدل تصل إلى درجة الكمال، لأن العدل كما قلنا هو أساس الملك. أساس الملك. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرسخ قيم العدل كما قلت لك في نفوس الصحابة، وكيف جعل هذه قواعد أساسية للأمة إلى أن تقوم الساعة. امرأة مخزومية
سرقت وهي من بني مخزوم وبنو مخزوم من بطن قريش العريقة سادة من سادة قريش وامرأة شريفة الحسب والنسب لكن سرقت وأنت تعلم أنه حد السارق القطع فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ثبتت السرقة يقام الحد قريش وبنو مخزوم رعوها يعني مثلبة ومثل العار راح يصيبهم يعني امرأة تقطع يدها بالسرقة فأرادوا أن يتوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة أن يترك هذا الحد زين من يكلفون فبحثوا فتوصلوا إلى يعني أسامة بن زيد وهذا أسامة كان من أحب الخلق إلى رسول الله كما كان أبوه رضوان الله عليه كان جدا مسلم يحب يسموه الحب من الحب يعني شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فراحوا عليه فوتوسط فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني قال أتشفع في حد من حدود الله فجمع الناس وخطب بهم خطبة عصماء بليغة قال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم قسم مغلف قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقسم هذا القسم العظيم لو ابنته فاطمة أحب الخلق إليه سرقت لن يتراجع في قطع يدها هذا منتهى العدل وكما حدثتك مرة واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدل قال ويلك إلا ما أعدل فمن يعدل يعني إن لم يعدل رسول الله فمن يعدل هذه القيم العظيمة صحابة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش الناس في مجتمع قلت لك الصحابة مجتمع تسوده قيم العدل والفضيلة كما قلت لا يفرقون يعني لا يفرقون حتى بين مسلم وذمي في الحقوق في الحقوق يعني سيدنا عمر يعني هذا الذي هو كان يعني مضرب العدل المثل في العدل سيدنا عمر كان له أخ اسمه زيد وكان شديد الحبلة جدا يحبه يقول عن زيد رضوان الله عليه يقول سبقني في الإسلام وسبقني في الشهادة وكان يعني يحب بعضهم بعض إخوة متحابين فسيدنا زيد رضوان الله عليه استشهد في اليمامة قتله رجل فلما سيدنا عمر سمع يعني حزن عظيم حتى قال لابن عبد الله ابن عمر هو اللي نقل الخبر قال وأتيتني وخلفت زيد ثاوية يعني شون لك قلب تجيني أنت حي وزيد يعني ثاوي في الأرض وكان يقول يعني ما هب الصبا إلا وجدت نسيم زيد فكان يحبه كثير وتألم كثير يعني لاستشهاده يعني القصة هذه إن شاء الله راح نستكملها قصة سيدنا عمر وأخو زيد بعد ما يعني ناخذ فاصل إن شاء الله أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين تحدثنا في الجزء الأول من الحلقة عن العدل وقلنا أن العدل هو الأساس في التعامل وأساس لأي دولة أساس لأي ملك العدل يعني نتعامل على هالأساس أفضل ما نتعامل بالأهواء الشخصية وبالتالي تكون الأحكام مختلفة أبو عبد الله نرجع الحديث عن قصة سيدنا عمر بن الخطاب وأخوه زيد سيدنا عمر وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين جمعه مجلس
مع قاتل أحب الخلق إلي أخوه زيد. نعم. كما حدثتك كان أحب الناس إلى قلب أخوه سيدنا عمر. نعم. فلما نظر إلى قاتله قال والله لا أحبك حتى تحب الأرض دم المسفوح، منتهى البغض. قال والله لا أحبك. طيب شلون أنت تقول جماعة بمجلس يعني هذاك الرجل أسلم وقعد وياه؟ هو أحسنت، هو انقتل، استشهد سيدنا زيد في حروب الردة. نعم. ثم الذي قتله أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. نعم. فسيدنا عمر لا سلطان له عليه أبدا. نعم. فقال والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح، يعني منتهى البغض. فنظر إليه ذاك الرجل قال وهل هذا يمنعني عدلك؟ يعني شون يعني راح تكون ظالم معي؟ أنت العادل، لو بغضتني ستحرمني من عدلك؟ راح ينتقص حق من حقوقي في الإسلام؟ قال لا. قال احبب من تشاء إنما يبكي على الحب النساء، حبني أو تبغضني، المهم أن هذا الحب والبغض ما ينتقص شيء من حقوقي. قال فإنما يبكي على الحب النساء. شوف سيدنا عمر وهو خليفة المسلمين ومتمكن عليه، لكن كما قلت أبدا لا ينبعث من أهواء نفسه، كان وقافا عند كتاب الله يعمل في حدود الله. والمسلم هكذا، إنما ينبعث من حدود الله وما فرض عليه الإسلام لا من شهوات نفسه. سيدنا علي مرة من المرات له درع فقده في صفين، فقده فمرت أيام وإذا هذا الدرع في السوق عند يهودي يعرضه للبيع. سيدنا علي يعلم أن هذا الدرع درعه، قال هذا الدرع درعي. اليهودي قال لا الدرع درعي. قال نحتكم إلى القاضي، فاحتكموا إلى القاضي شريح. قاضي شريح كان قاضي الكوفة، الكل عرض مسألته. سيدنا علي قال هذا الدرع درعي. قال اليهودي الدرع درعي، لك بينة؟ قلها. قال نعم عندي بينة. قال من هو؟ فجاء الحسن ابن علي ابنه يريد يشهد له. قال شريح يعني قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين هذه شهادة ابنك تراد، فما تقبل شهادة الابن على أبيه. فقال يا شريح هذا من أهل الجنة وهذا سيد شباب أهل الجنة. قال يا أمير هذا في الآخرة مو في الدنيا، نحن في الدنيا ضمن حدود ديننا. يعني أما هذه قضية بتجنها يا يوم القيامة، أما أنا الآن دا أحكي لك حدود. فسيدنا علي قال صدقت. قال لك بينة أخرى؟ قال لا. قال فإذا الدرع لليهودي، درع يهودي يعني القاضي مسلم، قاضي مسلم واللي جاء مسلم وخليفة المسلمين، سادة الإسلام، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين. نعم. وذاك يهودي ذمي. ولما جاء سيدنا علي القاضي يعلم أنه سيدنا علي مو كاذب. لا أبدا، حاشا حاشا مو كاذب أبدا. ولما جاء ابنه وشهد كذلك ابنه مو كاذب، مو كاذب، ومع ذلك ما أخذ بكلامه. طبعا لأنه هذا هناك ضوابط في الشرع الإنسان. وإلا غير الشرع معناه أنك تتبع أهواء نفسك. هذه أهواء. فهذا اليهودي رأى أن هذا العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وهذا العدل هذا عدل الأنبياء. ففي اليوم في الليلة جلس طويل يتفكر ما هذه العدالة، ما هذا الدين، خليفة المسلمين قادر على أن يأخذ، لكن رجع عليه وأسلم ورد الدرع إلى اليهودي، وسيدنا علي وهب له الدرع، وهب له الدرع لإسلامه. نعم. هذه هي المثل العالية في الإسلام. أذكر قرأت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ولى سيدنا علي يعني للقضاء في أرض اليمن، أرسل القضاء في أرض اليمن، معاذ
لا يعني أنا قرأت أنه سيدنا علي كذلك أرسل في فترة من الفترات إلى أرض اليمن وكان صغير السن، فقال له يا رسول الله يعني أنا على صغر سني شلون راح أقدر أقضي بين الناس؟ فأعطاه قواعد، قال يعني رب العالمين إن شاء الله يشرح صدرك للقرار الصحيح، ولا تسمع من خصم واحد، اسمع من الخصمين، وبعدها أنت راح تقتضي وتوصل إلى القرار الصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي صفات لأصحابه. نعم. يعني مثلا قال أرحم الناس بأمتي أبو بكر. نعم. أعدلهم عمر. نعم. أشدهم في الله عمر. أحياهم عثمان أقضاهم علي. نعم. ففي القضاء سيدنا علي هو القمة العالية السامقة التي لا يدانيه رجل. نعم. وكان سيدنا عمر في خلافته يرجع في الأمور كلها إلى سيدنا علي وعين القضاء بأمور القضاء عين قاضي. من اللطائف أنه سيدنا علي ظل فترة سيدنا عمر قاضي ما جت ولا دعوة أبدا. نعم. الناس يعرفون حقوقهم، واحد يعرف واحد حق الآخر، وبالتالي ما صار مشكلة. فكل هالفترة اللي هو كان متعين قاضي أي دعوة ما جته، الناس عايشين بعدل الإسلام. نعم. فكان لما الغنائم تأتي يعني من القادسية، أستاذ عدي يعني أموال كسرى، دولة كاملة الله تعالى غنمها للمسلمين، وجاءت سيدنا عمر كلها حطها في المدينة. أردك تتخيل قيمة هذه الأموال، يعني لما تقرأها تقرأ يعني كيف يوصفوها، شيء من الخيال، والله شيء من الخيال. وتأتي الغنائم لا تنقص شيء، يعني مو بالطريق واحد يعني يقتطع منها شيء أو جندي يسرق منها شيء أبدا. فيقول له سيدنا علي، يقول له ما هذه الأمانة؟ الغنائم تأتي لا تنقص شيئا. سيدنا علي يقول له يا أمير المؤمنين، عدلت عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتع. يعني من العين يأتي الكدر. فسيدنا عمر فأقصد يعني لعدل سيدنا عمر لعدالته، الناس كل رعيته تتمتع بالعدل. نعم. يعني والغنائم تأتي لا تنقص شيء. فإذا الإسلام جعل فعلا أساس الملك هو العدل. نعم. وأن الحياة لا تقوم إلا بالتوحيد وبالعدل، على أن الظلم يعني أسرع لخراب البلاد وأفسد لضمائر الخلق، لأنه لا يقف عند حد. ترى الظلم إذا استشرى لا يقف عند حد ولا ينتهي عند غاية، بل يأكل الأخضر واليابس. ورب العالمين جل وعلا يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بش يأخذها بالظلم. والظلم داء وبيل، إذا سرى في مفاصل أمة أوردها موارد التلف والهلاك، يقضي عليها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. كان سيدنا علي يقول أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الملوم. نعم. إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. يقول بقصيدة ثانية، يقول عليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر من الجور فيها غاية الحذر. يعني المشكلة هو الظلم. هسه يعني احنا نرجع شوية لبعض القادة، لبعض السياسيين اللي باسم الإسلام وباسم الدين يميلون على الظلم، يجون على الظلم، وكأنما أحل لهم هذا الظلم لأنهم ما وصلوا لمرحلة القيادة، ويرجعون على قواعد اللي هي لا تطلع على السلطان الجائر لأن هو أفضل من الفتنة، لأن هو أفضل. يعني هذه المشكلة. شوف نعم. لا شك أن الظلم محرم. نعم. ورب العالمين حرمه على نفسه قبل، وجعله محرما على الخلائق، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نعم. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم والبغي نعم. مرتعه وخيم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل رب العالمين جل وعلا نهى عن قول السوء يعني وإشاعته. لكن الإنسان عندما يعني يظلم يصرخ، قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم. فإذن إذا حل الظلم في أمة فإن الخراب سيحل بها تماما، وليس أفسد لضمائر الخلق ولخراب الديار مثل الظلم. ولذلك لا عمران للأمة مع الظلم، يعني لا عمران للديار مع الظلم، لأن الظلم هو سبب خرابها. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطهد في مكة وأتباعه يعذبون ولاقوا أشد أنواع العذاب، لما اختار يعني دولة يأوون إليها اختار الحبشة، كان سبب بسيط، سبب واحد أنه هو العدل. العدل. نعم. قال لا يظلم عنده أحد. نعم. فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. لماذا رأى أن يعني أن الإنسان يأمن على نفسه وعلى حياته وعلى ذريته وعلى ماله في ظل سلطان عادل؟ نعم. فالصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى الحبشة، هناك عاشوا رغم بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس عاشوا حياة كريمة في ظل رجل عادل قدر ما هم فيه وأعطاهم حقوقهم وما ظلمهم. وإلا الحجاج لو كان ظالم، النجاشي لو كان ظالما لكان أرجعهم إلى قريش وانتهى الأمر. إيش قد المدة تقريبا اللي ظلوا بها بالهجرة، بهجرة يعني بهجرة المسلمين إلى الحبشة؟ آخر من رجع هو سيدنا جعفر. نعم. ولما دخل، لما النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قال ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، فكان آخر ما جو من هم آخر ناس خرجوا من الحبشة إلى المدينة، وهم أصحاب الهجرتين، هجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، جعفر بن أبي طالب، كان هذا في عام خيبر. واحسبها يعني هي يعني قرابة يعني 8 سنوات. قرابة 8 سنوات وهم يعيشون في منتهى الأمن في ظل هذا الرجل العادل. فإذا الإنسان يبحث عن 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 مكان فيه عدل. يعني آسف بس أريد أرجع وياك خطوة. هسه النجاشي أظن حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال على قبره نور عندما توفي. لا ما كان يعني هذا الحديث، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليه وهو يعني على دين آخر لو يعتبر أسلم. لا كان مسلما، النجاشي كان مسلما أسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فهو تابعي مخضرم. يعني ليس صحابيا، لأنه شرط الصحبة هي الرؤية. يعني شرط الصحبة أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، والنبي يراك وتموت على ملته، يعني تموت مسلم. يعني هسه هذا الرجل اللي كان حقا نقول عليه إمام عادل مثل ما ذكر، يعني سبعة حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله بظله، أحدهم كان هو الإمام العادل إن شاء الله. بس أقول من اللطيفة قبل أن تنتهي، يقول علماء الحديث صحابي أسلم على أيدي تابعي. يعني من هو التابعي؟ النجاشي. من هو الصحابي؟ عمرو بن العاص. فعمرو بن العاص أسلم على أيد تابعي. نستمر إن شاء الله في الحلقة القادمة عن موضوع العدل. أعزائنا المشاهدين دمتم برعاية الله وحفظه، نلتقيكم مرة أخرى في ثمرات الأوراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.